افتكروا كل فرق المسرح المستقلة عندها الإمكانية أنها تلاقي مكان تعمل فيه بروفا أو تعرض فيه. تعالوا نشوف فرقة تياترو عملت إيه في المشكلة دي عبر تاريخها. فنان مسرح مستقل علاقته بخشبة المسرح مختلفة، إحساسه بالخشبة دي فعلياً مادياً إحساسه بيها مختلف عن المحترف. احنا لما بندخل المسرح مفيش واحد منا قادر يطلع يشرب كوبايه شاي بره، بيشرب شاي بتاعه هنا. عايز اعرف ايه المشكلات والتحديات اللي قابلتك لغايه لما بقى قدامك فرصه ان انت تعرض على خشبه مسرح قدام جمهور وصاله؟ ده ما جاش بالسهل، لان هي جت بعد 10 سنين شغل، وال10 سنين شغل دول بيبداوا اول ما بيبداوا ان انت محتاج حد يقتنع بيك، محتاج حد يصدقك ويصدق اللي انت بتعمله. قدرنا بشكل ما بتوفيق ربنا طبعا ان احنا نلفت انتباه شخصيه مهمه جدا، انا افتكر ان هي من اكثر الشخصيات اللي ساعدت واثرت في مسيرتنا، الا هي دكتوره هدى وصفي. اتفرجت، شاهدت، قرت النص، اتكلمت معايا وكلمت معايا في المعالجه الدراميه والسينوغرافيا وكذا وكذا وكذا، ورشحتنا فجاه ان احنا ندخل مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي. ده سنه 2004 واحنا بادئين 2003 وهنا كانت الانطلاقه. فده ادانا اكتر ما هو مسؤوليه وتحدي، هو مسؤوليه هدف، وده اللي قدر في فتره يعني من 2004 للنهارده يطور من نفسه ويطور مننا واحنا نطور فيه ونطور من بعض عشان نقدر نتعدى صعوبات كتير، اولها الانتاج، ان في ضعف في الانتاج، ان ما فيش خشبات مسرح كتير موجوده مجهزه، او ما فيش خشبات مسرح اصلا بال 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 بالشكل اللي يساعدك ان انت تقدم حاجه للجمهور. والاهم من ده كله ان احنا فقدنا جمهور المسرح. ايه اللي مطلوب انه يتوفر لك علشان تقدر تقوم برسالتك كفنان مستقل او كمسرحي مستقل؟ انا مهما كان انتاجي غزير او غير غزير محتاج مكان اعرض فيه. لما اجي اعمل بروفاتو هعمل بروفاتو فين وانا ما عنديش مكان اعمل فيه بروفاتو؟ محتاجين حاجات تانية زي استوديو عماد الدين وأمثلة منها كتير، محتاجين خشبات مسارح تطلع أكتر من اللي موجود عندنا، بدل ما احنا نهد المسرح اللي موجود قديم نطوره نبني مساحات جديدة.